هذا وبعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة، أعرب سموه فيها عن خالص التهاني والتبركات لسموه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه التوفيق والسداد وتحقيق كل ما فيه الخير والنماء لدولة الكويت وشعبها الشقيق. كما أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر عن الثقة في أن العلاقات الأخوية الوطيدة والأواصر العميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين ستشهد المزيد من التطور والنماء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وتوجه سموه بالدعاء إلى الله عز وجل أن يسدد خطى سمو أمير دولة الكويت الشقيقة وأن يمده بعونه وتوفيقه في القيام بمسؤولياته الوطنية الجليلة وقيادة دولة الكويت الشقيقة نحو مزيد من التقدم في مختلف المجالات، متمنيا لسموه ولشعب الكويت الشقيق كل خير ورفاه.